العالم العربي خطى خطوات كبيرة منذ التسوية التي تمت عقب الحرب العالمية، وتتمنى الشعوب العربية وحدة أكبر مما تتمتع به الآن. كان هذا جزءا من خطاب أنتوني إيدن وزير خارجية بريطانيا في 29 من مايو عام 1941. وعلى الرغم من أن الدعوة للوحدة العربية كانت مطروحة منذ قرون، إلا أن خطاب إيدن كان شرارة أوقدت الفكرة من جديد لإقامة تنظيم عربي واحد يجمع شمل الدول العربية. بعد خطاب إيدن بعام تقريباً، دعا مصطفى النحاس رئيس الوزراء المصري آنذاك كلاً من رئيس الوزراء السوري جميل مردم بيك ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشار الخوري إلى القاهرة لمناقشة فكرة إقامة كيان يعمل على توثيق التعاون بين البلدان العربية المنضمة إليه. وبعد ذلك بعدة أشهر بدأت سلسلة من المشاورات بين ممثلين من مصر والعراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن واليمن، أسفرت عن التوصل إلى فكرة إنشاء اتحاد يهدف إلى التعاون والتنسيق بين الدول العربية مع احتفاظ كل دولة بسيادتها واستقلاليتها. الدول المؤسسة اختلفت في البداية حول اسم هذا الكيان الوليد ما بين التحالف العربي والاتحاد العربي، إلى أن اتفق الجميع على مسمى طرحه الوفد المصري وهو الجامعة العربية، وفي تعديل طفيف أضيفت كلمة الدول ليصبح جامعة الدول العربية، وصدر بروتوكول الإسكندرية أول وثيقة تصدر عن تجمع عربي رسمي. في عام 1944 وقعت كل من مصر والعراق وسوريا ولبنان والمملكة الأردنية على هذا البروتوكول الذي يعد نواة لميثاق جامعة الدول العربية، بينما وقعت عليه المملكة العربية السعودية واليمن أوائل عام 1945. وبعد اعتماد الصيغة النهائية للميثاق المكون من مقدمة وعشرين مادة وثلاثة ملاحق، وقع عليه مندوب الدول العربية في احتفال أقيم في القاهرة في 22 من مارس عام 1945 لتصبح جامعة الدول العربية التي تضم الآن تحت مظلتها 22 دولة، هي أقدم منظمة دولية قامت بعد الحرب العالمية الثانية.